أنا أحمد نمر من قرية ترمانين من نازحين مدينة حلب. تصوبت في مدينة حلب بسبب القصف العشوائي اللي كان يقصفنا فيه الروسي والأسد. تم بتر أطرافي 2 وجينا على مدينة ترمانين من 3 سنوات تقريبا. أنا اسمي عبد الرحمن قريع من مدينة ترمانين. كنت بارك في البيت تقريبا شي الساعة 12 الظهر، والله سمعت صوت طيارة وهيك أمور، ما حسيت إلا صوت إجا الدفاع المدني هون أنقذنا وأخذني على المشفى. بعدين صحيت طلعت هيك والله مبتور أطرافي القدمين من فوق الركبتين يعني. فلاحظت بوجود أحد الشباب اللي موجودين في أرض ترمانين، أبو وضاح، شاب بيحب يخدم بيحب يعمل ما بيحب يكون عالي على المجتمع. أنا كنت روح أتردد عند مصلح بسكليتات وخرضوات وهيك أمور وتمديد مي صحية يعني. بعدين شاركته في المحل وبركت عنده، صرنا شركة أنا وياه. بدأنا المشروع من هالبانسة ومن هالمفتاح في سبيل أنه نحن نرجع نعيش مع المجتمع، نشارك أهلنا، نشارك نفسنا، أنه ما نكون عالي على هالمجتمع. يعني نحن أنا والأخ واثنيناتنا مصابين، الحمد لله رب العالمين، عندنا بعضنا وساعدنا بعضنا واشتغلنا. يعني كل شيء مصاب لا يعاني إنه خلاص أنا صبت كذا. الإعاقة هي إعاقة العقل وليس إعاقة الجسم. منأكد للعالم إنه إصابتنا ما يعجز، العاجز هو عاجز العقل وليس عاجز الجسد. نحن الحمد لله عم نقدم ونحن مستعدين لأن نفتح مشاريع، ولكن نحتاج بس بعض التمويل لأنه نكون منتجين في المجتمع، وإن شاء الله منا عالي ولا أننا محتاجين غير أنه نكون إيد واحدة ونساعد بعضنا.